ممكن يديلك اعراض اكن عندك انفلونزا بالظبط، يعلي من حراره الجسم. فطبعا لو انت عندك حراره او اوريدي عيان يستحسن انت ما تستخدموش. النهارده اليوم 19، انا جالي انفلونزا مش قادر اقف اصلا، كانت الدنيا بتلف بيا، حاسس ان انا عمال اترعش، هضم جسمي كله وجعني، جسمي بقى سخن خالص. كل شكه المؤمن بيتشكها بتغفر له ذنب. انا جالي انفلونزا، قبل ما اخد الكلين كنت قاري كويس جدا 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 على اعراضه الجانبيه، ومن ضمن اعراضه الجانبيه زي ما كابتن محمود الدرر كان قايل كده، لو هو بيجيلك يعني حاجه من انواع الانفلونزا. الحمد لله لما جيت استخدمته النهارده اليوم 19 ليا، او الموضوع ده كله جالي امبارح، هحكي لك ازاي. اول ما استخدمته ما حصلش معايا اي حاجه من الاعراض دي. اول ما استخدمته كل الاعراض اللي جات لي، ان هو جالي مثلا ايه، ان هو مش بينيمني كويس، سن ترعشة، الكلام ده كله. لكن امبارح كل يعني في بعض منكم عارفين ان انا خريج كلية تربية عادية، معايا بكالوريوس تربية، هو التعيينات بتبدأ في شهر 5 وشهر 6. فانا رحت امبارح خدت الكلين على الريق الصبح، هو الكابتن بتاعي كان قايل لي لما تيجي تاخد الكلين خده على الريق وساعة أو نص ساعة وتفطر على طول. أنا خدته ونزلت واتمشيت كتير جدا، الشمس كانت جامدة جدا، وبعدين كلت بعدها حوالي بأربع ساعات كده ولا حاجة، ما كنتش حاسس بأي وجع أو أي حاجة أو أي يعني، غير بعدها مثلا بتلات أربع ساعات تانيين وأنا رايح الجيم حسيت بوجع بسيط خالص كده. وبعدين قلت ايه، قلت لا ده هتلاقيه بس عشان انا ماشي على 100 جرام كربوهيدرات بس وكده، هبقى دايخ شوية يعني، تعبان شوية بس عادي يعني، دوس على نفسك وبتاع، وعنده هدف بيقدر ان هو يحققه بالاجتهاد والسعي وكده. وبعدين رحت خلصت تمرينتي كلها، بعد ما خلصت تمرينتي وانا مروح حاسس بقى خلاص بقى، فاهم الدنيا بتلف بيا، حاسس ان انا قلت يا عم كل ده عادي، كل ده هتلاقيه من 100 جرام كربوهيدرات بس مش اكتر. يا دوبك روحت البيت عشان اصلي، مش قادر اقف اصلي، صليت كل يعني، هو كان فاضل لي مغرب وعشاء صليتهم وانا قاعد مش قادر اقف حتى، فاهم، وانا قاعد صليت كنت سايب الاكل على النار وبتاع، يا دوبك قمت طفيت عليه بالعافية، كنت بتسند بقى على الحيطة خلاص مش قادر، كنت برضه بالعافية يا دوبك حطيت راسي على السرير بس، جسمي بقى سخن خالص، عمال اترعش مستغطي ببطانية والحاف، وبرضه زعلان جدا ومش قادر اتحرك، ودماغي كده فاهم، في حزام كده حوالين دماغي صداع جامد جدا، مش قادر وعظم جسمي كله وجعني ودايخ ومش شايف ومش قادر اعمل على السرير حتى، وحاسس ان انا لو كنت هرجع، حاسس ان انا عايز ارجع كل اللي جوايا، حتى انا حاطط كيسة جنبي هنا عشان لو حسيت ان انا عايز ارجع اقوم ارجع على طول يعني، ما انا مش هقدر ان انا اروح الحمام طبعا، هبهدل الدنيا مش هقدر اتحرك. الحمد لله في الاول كنت زعلان جدا ان ده هيعطلني فترة كده قبل ما ارجع اتمرن وامسك دايت تاني، بس الحمد لله في الاول في الاخر لعل مثلا ربنا بيبتليك عشان انت عملت حاجات كتير غلط في حياتك، هو مش عايز يبقى عليك ذنوب، لا يشك المؤمن شك إلا ويغفر الله عليه خطايا يعني كل شك عمر بن الخطاب قال لك إيه، كل شك المؤمن بيتشكها بتغفر له ذنب أو سيئة عند ربنا، فلا اعتراض على قضاء الله، الحمد لله دائما وأبدا، هنخفه هنكمل بس كده
امبارح كنت مصور لكم تمرينة كتف، عشان دي التمرينة الوحيدة اللي أنا منزلتهاش. نزلت الصدر ونزلت الظهر والدراع، نزلت كل حاجة تقريبا إلا الكتف والرجل. هسيب لكم تمرينة ال هسيب لكم تمرينة الكتف اللي صورتها امبارح. نقول لسه وصلنا الجيم، تمام، هنسخن وايه وهناخد تمرين الشولدر موت نار. حاول زوايا معانا، هنلعب رفرفه جانبي على الكيبل كروس، بس اهم حاجه ان لازم ترفع البقره، تبقى ما تبقاش تحت خالص، تبقى ايه يعني تحت وسطك بحاجه بسيطه بس كده. نلعب برضه 4 مجاميع في 12 عده، وكده كده اول دور كده كده بيبقى تسخين مش هتحسبه يعني. تمام، تحط ايدك في وسطك، بص قدامك، تمام، تتني وقع السنه والدرع تلاقي نفسك زاوية معانا. تروح تلعب أي مكنة شولدر بريس لحد ودنك تطلع تاني للكتف الجانبي، تقوم ماسك من القبضة دي كده، تطلع 4 مجاميع 12 عدة، نفس الأداء والتكنيك ده. ماشي، متنساش تعمل سبسكرايب ولايك وتنفع زر الجرس او منزل حلقة تيجي لك على طول. تالت زاوية معانا، هنلعب على الكتف الأمامي بالدمبل سنجل زي ما انت شايف كده. أهم حاجة إن انت تضم قاعك جوه كده وتطلع وتنزل بنفس الأداء ده كده بالظبط. نلعب 4 مجاميع في 12 عد. الدراع التاني نفس الكلام. رابع زاوية معانا، هنلعب رفرفة أمامي بس على الكيبل كروس الروب زي ما انت شايف قدامك كده، 4 مجاميع في 12 عد. خشوا على اول زاويه معانا في الكتف الخلفي، هيلعبوا كروس ماشين كده مع جماعه في الكتف الخلفي. تبعتش زي ما معانا في كتف الخلفي، نلعب على الباتر فلاي. تعمل سبسكرايب على وسط. اخر زاوية معانا بعد ما نخلص الكيس بنلعب ترابيس على كل الجسمات بعد مرة 3 أو 4 مجاميع في 20 عام. دي كده خلاص خلصنا التمرين بتاعتنا. مش هنعمل كارديو النهارده علشان احنا عملنا حاجه يعني اوسخ واكثر من الكارديو. يعني اللي يعرف قلت قبل كده ان انا خريج كليه تربيه، فبقى ايه في شهر 5 و6 بيبقى التعيينات. كل شويه عمال الف على المدارس، بصحى الصبح الف على المدارس عشان احصل على تعيين بقى ايه مدارس خاصه كمان ب 1200 جنيه، فعشان وضعك في المجتمع بقى ايه كلهم يوتيوبر هيقول لك بيعمل ايه يعني، فاهم؟ لو جيت تقدم النهارده يقول لك بعمل فيديوهات، فاهمني؟ فهو بس احنا عايزين نمسك اي شغلانه بس ايه على الاقل، فاهم؟ حد يروح يتقدم لوحده ولا بتاع مجتمعيا يعني، لما حد يجي يسالك تقول له ايه انت شغال في مدرسه ولا بتاع، فكك بقى بقيه الفلوس التانيه جبتها ازاي. بس ف قصه المفيد من الموضوع ده ان احنا عمالين مشينا كتير قوي الصبح وعلى معده فاضيه كمان، كنا واخدين الكلين بس كده زي الفل. بتاعكم جميل.